كل ما ذكرناه هو خارجيا والعلاقات مع الدول الأخرى، وإنما داخليا أيضا عودة ترامب ستسبب عواصف كبيرة. تأثر علاقة أمريكا بحلفائها قد يقوض مكانتها العالمية، ما سيتسبب بانهيار هيمنتها الاقتصادية. لكن ترامب يصر على أن أمريكا يجب أن تراعي مصالحها أولا. أغلب مستشاري ترامب السابقين قطعوا علاقتهم معه، والبقية يعتبرهم خونة، وهو ما قد يجعله يختار إدارة مطيعة لا إدارة مهارات. حتى أن جون بولتون أكد أن الأخطاء التي سيرتكبها ترامب في عهدته الثانية غير قابلة للإصلاح. إذا أردنا الدخول بالتفاصيل، يتخوف الأمريكيون من استخدام ترامب في نسخته الثانية لصلاحياته من أجل وقف جميع القضايا المرفوعة ضده والعفو عن المتسببين في أحداث الكابيتول التي أعقبت خسارته للانتخابات. ترامب أكد أيضا أنه سيركز على الاقتصاد، ففي الوقت الذي افتتحت فيه مجريات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، كان ترامب قد حقق نصرا كبيرا على بعد 7000 كيلومتر في أيوا، لتصب لقاءات هذا المؤتمر حسب العديد من المشاركين إلى التأقلم مع إمكانية عودة ترامب. والأهم أن الكثير من المتعاملين العالميين أكدوا أنهم يتجهون لتعزيز أعمالهم في أمريكا خوفا من أي إجراءات قد يتخذها ضدهم ترامب. لكن الخبر الجيد بالنسبة للأمريكيين هو توجهه لخفض أسعار الفائدة ودعم الإنفاق وقطاع العقارات. في المقابل ينوي ترامب أيضا فرض ضريبة على المنتجات المستوردة، وهو ما قد يرفع من التضخم. وبذكريات دافوس أيضا أكد ترامب في نسخة 2020 أنه لن يدعم أنبياء الشؤم، ويقصد المدافعين عن قضايا المناخ. إذن أمريكا ستنسحب مجددا من اتفاقية باريس في أيام حكم ترامب الأولى، إلا أنه خصص اليوم الأول لحكمه لتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا. أما بناء الجدار فتلك قصة أخرى. كان لدينا أكثر الحدود أماناً على الإطلاق، والآن لدينا أسوأها في العالم. لم تكن هناك حدود مثل هذه من قبل في العالم، وآمل ألا يعقد الديمقراطيون اتفاق حدود سيء، لأن اتفاق حدود سيء سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى اتفاق، لأننا نحتاج إلى اتفاق لتشديد الحدود. في عهدتي كانت لدينا الحدود الأكثر أمانا في التاريخ، لم يكن لدي صفقة ولا ميزانية، قلت فقط لا أحد يدخل ولا مخدرات تدخل، لا نريد أن يكون هناك تجار بالبشر.